شاملة في صورة امتحان بنفس مواصفات امتحان الوزارة. يوم آخر من أيام مبادرة تقدر في 10 أيام هنا في قرية مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يوم مراجعة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة. هذه المبادرة أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في إطار دورها المجتمعي ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية بل وتقديم الدعم للطلاب. ما كناش متخيلين أن الفعالية تبقى ليها صوت جامد كده والناس تسمع عنها ويبقى فيه إقبال كبير من الطلبة. اتفاجئنا أول يوم كان عدد كبير جدا موجود، يعني أكبر وأحسن أساتذة موجودة داخل مركز ومدينة مشتول السوق أثناء المراجعة موجودين في القاعة مع الطلبة عشان لو في استفسارات، عشان أثناء وقت البريك كمان لو في أي حاجة، كمان بعد انتهاء المحاضرة اللي بتتعرض على البروجيكتور بعديها على طول انتهاء البث بيبدأ مدرس المادة يتلقى كل الاستفسارات وبيجاوب عنها. هلاقي خلاص كل المعلومات عندي. شحنة الإلكترون 1.6. خطوة لاقت قبولا من قبل الطلاب وشهدت أماكن الفعاليات حجدا كبيرا في ظل التجهيزات المناسبة التي أعدتها مؤسسة حياة كريمة لاستقبال الطلاب من أجل الاستفادة بشكل كامل من هذه الفاعلية. كانت مفيدة، حضرنا 4 ساعات، كان في بريك في النص، كانت مفيدة واستفدنا، والمدرس كان شرحه حلو وبيشرح بتفصيل وجابنا المنهج من الأول للآخر كويسة جدا، وبيراجعوا المنهج في 4 ساعات بس، وما كنتش متوقعة بصراحة. هي مبادرة ممتازة جدا، هو أنا كطالب يعني استفدت أكبر استفادة إن أنا ما كنتش رجعت قد كده على المنهج، بس جيت هنا دلوقتي رجعت على المنهج بيتشرح في 4 ساعات، فأنا قدرت ألم أكبر قدر من المعلومات. شكرا لحياة كريمة ويا ريت يستمروا كل سنة كده. وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.